فيها شي غلط. إذا قلت بحبك قبلي بوقت. زينة مكي تفاجئ الجميع بما كشفته بعد إعلان طلاقها: مشاعري ميتة. عادت قصة طلاق الممثلة اللبنانية زينة مكي من الملحن نبيل خوري إلى الواجهة من جديد بسبب صورة نشرتها زينة على صفحتها عبر إنستغرام. وفي التفاصيل، نشرت زينة على خاصية ستوري عبر إنستغرام صورة جاء فيها: أحتاج مفاجأة تحرك مشاعري الميتة، بس ما تكون مصيبة. الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى طرح علامات استفهام عدة حول مصير حياتها الزوجية، خصوصاً أنها لم تؤكد خبر الطلاق أو تنفيه حتى اللحظة. ما حتى شافوك يا عيني، معقول حب. وكان موقع اي تي بالعربي قد كشف منذ فترة أن زينة ونبيل قررا الانفصال عن بعضهما بهدوء ودون أحداث ضجة بسبب خلافات كبيرة وقعت بينهما. أنا اسمي نادين شقرة. إيه. والشقر مش إنه هيك عن عبس، يعني الشخصية ما بشوفها إلا شقر. في السياق نفسه، كان الثنائي قد فاجأ الجمهور بحذف الصور التي تجمعهما ببعضهما عن صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بعد 8 أشهر فقط على زواجهما. اوكي، حاتصل بالبست فريند بتاعي، يعني حدا اثنيناتنا اصحاب معه. اسمه ايه؟ سيرج. بالإضافة إلى ذلك، كانت خطوة الممثلة اللبنانية بالزواج مفاجئة أيضاً، إذ أنها أعلنت عبر صفحتها على إنستغرام عن خطوبتها من خلال مقطع فيديو فاجأها خلاله نبيل بعرض الزواج عليها في النادي الرياضي أثناء تأدية تمارينها. اشتقت لك، شو عبالي اسهر حتى